مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم. مساءكم مين؟ صباحكم على جديد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واكيد يعني مستمرين معاكم ببرنامج جوك. وصارت معنا حاليا ضيفتنا اسراء سحويل يعني بالاستوديو. اسراء طبعا بدي احكي شغله مهمه، هي مديره الفروع ومديره التسويق في سمكس، لنحكي اكثر عن وسائل التدفئه الحديثه وتحديدا الكهربائيه منها. بس قبل ما نحكي عن هذا الموضوع، شو رايك بالناس اللي بصحوك بدري وبيجيبوك على مقاولات بدري؟ هذا اول سؤال. لا عادي، انا بحب اصحى الصبح بكير. بتحب اصحى الصبح بكير؟ انت لو شفتوها بس بكير. لو شفتوها مش على انه احنا على اللايف، لو شفتوها اول ما دخلت زفتني. صباح الخير اسراء، ان شاء الله تكون امورك تمام، حقك علينا صح هناكي. بس يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بشوفتك معنا. اسراء، بدنا نبلش هيك يعني نحكي شوي بمحاور حديثنا واسئلتنا. ما شاء الله سمكس اسم معروف، والمعروف لا يعرف، اكيد 100%. بدنا نحكي بالبدايه ونعرف المشاهدين اكثر على سمكس ومنتجات سمكس. اوكي، اول شيء صباح الخير لك. صباح الخير لكل حد عم بحضرنا. هلا اول شيء، تعتبر شركه سمكس من الرواد بتقديم الاجهزه الكهربائيه المنزليه والاستهلاكيه من سنه 2002. اليوم سمكس علامه تجاريه، عندها خبره واسعه بانظمه التبريد ووسائل التدفئه، الاجهزه المنزليه الكهربائيه، خلينا نحكي الاستهلاكيه واللي احنا بنحكي كل يوم نستخدمها بحياتنا. يعني اكيد كل بيت فيه صحيح. لازم يكون في قطعه صغيره او خلينا نحكي اي شيء موجود نحن بنستهلكه يعني من الادوات الكهربائيه، باكيد يعني لازم يكون في شيء من سمكس. تمام، ممتاز. يعني الله يعطيكم العافيه، واكيد بنفتخر فيكم. اتوقع بيوت كثير من الاردنيين بتستخدم هذا البراند، بتستخدم سامكس. بدنا نحكي بالتحديد يعني بفصل الشتاء دائما بندور على وسائل تدفئه متنوعه، بيكون في، انا بحس في موضات، مرات كل 3 4 5 سنين بتطلع موضه بوسائل التدفئه. نحكي عن مصطلح وسائل التدفئه الحديثه. اسراء، ايش المقصود بوسائل التدفئه الحديثه؟ شو بتقدم سامكس من وسائل التدفئه الحديثه؟ اوكي، هلا بتعرف اكثر الموضوع بشغلنا هلا كيف بدنا نتدفى، ولا كيف بدنا ندفي البيت، جاي منخفض بدنا نحضر حالنا، بدنا نكون جاهزين. هلا في كتير وسائل للتدفئه، في منها تقليديه وفي منها خلينا نحكي الحديثه. لما نحكي تقليديه يعني عم نحكي كيف كانوا زمان يدفوا، اي شغله حطب يولعوا نار، هيك كانوا يدفوا زمان. هلا صار في عنا تطور بالتكنولوجيا، وزي ما بتقول صار في عنا ترند، كل سنه بيطلع عنا شيء جديد. فخلينا نحكي يعني هلا مع التكنولوجيا صارت موجوده حتى تسهل حياتنا، وحتى يعني تصير حياتنا ابسط. في كتير وسائل خلينا نحكي من التدفئه الحديثه، منها بنحكي في عنا على اللي يعني بتستخدم الطاقه البديله اللي هي طاقه الشمس، طاقه الرياح، اللي هي خلينا تكون صديقه شوي للبيئه. وفي عنا الوسائل اللي احنا متعودين عليها واللي بنعرفها، اللي هي المقاومات الكهربائيه، اللي بتدفع عليها الكهرباء او على الغاز او على خلينا نحكي اللي هي بتعتمد على حرق المشتقات النفطيه. فهي في اكثر وسيله احنا بنختار الشيء اللي بيناسبنا. تمام، اوكي. بدنا نحكي بما يخص موضوع وسائل التدفئه الحديثه، وسائل التدفئه بشكل عام. دائما عم نسال شغله، انا بدي اجيب مثلا صوبه كهرباء، ما بدي الغاز، راح اخاف من فاتوره الكهرباء. انا بدي اجيب صوبه غاز، راح اخاف من الغاز. انا بدي اعمل فاير بليس بالبيت، راح يكون في سحب غاز. وين احنا موجودين بموضوع التوفير بما يخص وسائل التدفئه اللي عم نستخدمها؟ اوكي، وبدنا نحكي عن منتجات سامكس بما يخص برضو كمان موضوع سحب الغاز، خلينا نحكيها باللغه العاميه، او سحب الكهرباء اكثر ممكن. اسراء، اوكي، هلا خلينا نحكي شوي على نحن وسائل التدفئه كيف بنختارها للبيت. يعني هلا احنا في عندنا كثير امور بنعتمد عليها لما نختار وسيله تدفئه. هلا اهم شيء لما نختار وسيله احنا نشوف عندنا مساحه البيت ومساحه الغرفه اللي بدنا ندفيها. هلا في شيء مهم الناس ما بتاخذه بعين الاعتبار، اللي هي تهويه الغرفه. هلا هاي الاشياء عندنا كثير مهمه، لانه مثلا لا سمح الله ممكن يصير عندنا حالات اختناق او حريق، احنا بغنى عنها. فاهم شيء احنا لما بدنا نيجي نشتري وسيله تدفئه تكون اهم شيء يعني احنا مناسبه للمكان اللي بدنا ندفيه. هلا الشغله الثانيه اللي بنعتمد عليها لما بدنا نشتري وسيله تدفئه اللي هي خلينا نحكي كلفتها. صحيح. فعندك الكلفه يعني تتنوع كلفتها لما اشتريها، والرننج كوست، والرننج كوست اللي كلفه تشغيلها. طبعا. هلا كثير في ناس مثلا بتكون يعني بتعتمد على كلفه التشغيل اكثر، لانه انا بدي اشغل وسيله تدفئه عم بحكي شهر شهرين ثلاثه بهالبرد، وهلا خصوصا انه جايينا برد بنشغلها طول النهار، وسبيشل اذا عندنا صغار. فعشان هيك انا بعتمد على موضوع كلفه تشغيلها اهم خلينا نحكي من كلفتها.
الموضوع الأخير هو خلينا نحكي صيانتها، لأنه مثلا ممكن أجيب أنا أعتمد على وسيلة تدفئة بدها صيانة كتير، فهي نفس الشيء حتكون هون كلفتها عالية أكثر من كلفة تشغيلها. ممتاز. فأنا ضروري أهتم بهاي المواضيع لما بدي أجي أشتري وسيلة تدفئة لأي بيت عندنا. بدي أجي أشتري سامكس خلينا نخصص شوي وكنا عم نحكي عن وسائل التدفئة بشكل عام. بدي أشتري سامكس، بدي أعرف سامكس الخيارات اللي بتوفرها للمستهلك واللي بتوفرها للزبون. أنا كزبون لما بدي أجي أدور على منتجات سامكس، سواء حنحكي ممكن في أكيد طبعا صوبات غاز، في صوبات كهرباء، وفي خيارات متعددة. بدي أعرف إيش الخيارات الأنسب لإلي أنا من منتجات سامكس. حاب نعرف كمان المشاهدين والجمهور على منتجات سامكس أكثر إسراء. أوكي. هلأ نحنا منتجات سامكس في عنا جميع الوسائل خلينا نحكي للتدفئة، منها بيعتمد على الكهرباء، في منها بيعتمد على الغاز، في منها بيعتمد على الكاز. هلأ هي بتيجي حسب رغبة الزبون إيش بيحب وإيش بفضل يستعمل ببيته. هلأ أنا إذا بدك باجي بنصحك بحكي لك أنا صراحة الكل بفضل عنا خلينا نحكي صوبة الكهرباء. ليش؟ هلأ هي بتيجي نوعين تقريبا، في من النوع الأول اللي بيصدر بس حرارة، وفي عنا النوع اللي بيطلع هواء سخن. فهذا بيعتمد أنا على المكان اللي بدي أدفي. هلأ ليش إحنا بنفضل الناس تاخد صوبات الكهرباء؟ أول إشي هي سهلة التركيب، ما بتحتاج يعني ما فيها صعوبة بالتركيب. بالضبط. ما بتحتاج صيانة كتير. الشغلة الأخيرة برضو كمان هي ما بتحتاج لا لتوصيل ولا لتأسيس، يعني سهلة، خلص بتجيبها بتحطها بتركبها. ومعظم خلينا نحكي البرودكتس تبعون سامكس المتخصصين، يعني خلينا نحكي بمجال اللي هي الكهرباء، فيهم سيفتي لوك. هو هذا الاشي اللي احنا دائما ناخده بعين الاعتبار، وسبشل اذا كان عندنا صغار، لا سمح الله اذا وقعت بتفصل لحالها، اذا كان يعني الكهرباء شوي عليها عاليه برضه كمان بتفصل لحالها، عشان نتجنب اي ممكن خلينا نحكي حوادث احنا بنغنى عنها. طيب ممتاز. انا بدي اضل بسياق الحكي بيني وبينك عن موضوع الصوبات الكهربائيه. مش عارف ليه الناس باغلب الوقت يكون عندهم تخوف من الصوبات الكهربائيه. دير بالك صوبه الكهرباء مش منيحه، دير بالك تنام وصوبه الكهرباء شغاله بولع الدار وبصير شورت كهرباء. هذا الحكي صحيح؟ يعني هو خلينا نحكي اغلبه لا. لانه هي اللي بخوف دائما خلينا نحكي بوسائل التدفئه الاشي اللي بيطلع غاز او اللي بيحرق، الخوف من الاختناق اكثر. الاختناق هو هذا بخوف اكثر. بس يعني صوبه الكهرباء بيكون فيها مثلا سيفتي لوك، يعني لا سمح الله اذا طفل صغير دقرها بالغلط، اذا وقعها هي على طول بتفصل. أوكي. فما بتخوف. واحنا كمان سبيشلي بيكون عليهم زي جريل، يعني عشان الاطفال برضه كمان ما يحطوا اصابعهم عليها وما يحرقوا حالهم منها. ممتاز. طيب كمان بدنا نحكي شوي برضو عن موضوع منتجاتكم الثانية غير الكهرباء. في عنا خيارات لمنتجات الغاز كمان نحكي أكثر. في عنا صوبات مثلا اللي هم الثلاث شعلات، شو في خيارات بالضبط كمان للتدفئة بالغاز من سامكس؟ طبعا هلأ عنا كمان في خيار الثاني اللي هو التدفئة على الغاز، في عنا اللي هي أكثر من نوع اللي هي ثلاث شعلات، وبيجي كمان منهم نوع ثاني مع كهرباء. تيجي يعني نوعين، كهرباء وغاز مع بعض. هلأ هاي بتعتمد على كل حد ايش بفضل وايش المساحه اللي عنده اللي بده يدفيها. تمام. منتجات سامكس وين موجوده اسراء بالضبط اللي بيحب يطلع عليها اكثر او يشوفها؟ في عندكم معارض معينه او موجوده باماكن متخصصه ببيع الاجهزه الكهربائيه؟ موجوده بكل مكان. هلا احنا موجودين بعمان مول، وموجودين بسيتاون السابع، وموجودين باسواق السلام. هاي الفروع الرئيسيه اللي راجعه للشركه. أوكي. وموجودين نحن بكل الهايبر ماركتس وجميع محلات بيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. 100%. الله يعطيكم ألف عافية. وبآخر إشي بس بدي أسألك، إنه من خلالك نصائح للناس اللي عم بتابعونا، سواء اشتروا سامكس أو غير سامكس أو لآخره، شو بننصح الناس بالنسبة لما يخص وسائل التدفئة؟ أهم نصيحة بتحسيها موجهة للناس منك، أنت صلك يعني فترة طويلة بهذا المجال وأكيد قادر إنك تعطي نصائح لما يخص موضوع وسائل التدفئة واستخداماتها الآمنة. أكيد. هلا أهم إشي أنا ما بقدر أحكي فيه وسيلة التدفئة تزبط عند الكل. صح. يعني هذه بتعتمد على كل حدا إيش بيناسبه وإيش هو حابب يحط في بيته حتى يتدفى. صح. بس أهم إشي عن جد بنصحهم إنهم ياخذوا معايير الأمان بعين الاعتبار، لأنها إشي كتير مهم، وسبشل إذا كان عندهم صغار. يعني لا سمح الله يعني إحنا بغنى عن حوادث، اختناق، حرائق، هاي الأشياء كتير إحنا منخاف منها منهكل همها، فإحنا بغنى عنها. فأهم إشي لما إحنا نيجي نشتريها نتأكد إنه يكون فيها سيفتي بناسبني وبناسب إني أنا المكان اللي بدي أحطها فيه. الشغلة الثانية اللي أنا بدي أنصحهم فيها إنه أهم شيء إحنا نضلنا يعني المراقبة، إنه إحنا لما بدنا نشغل أي وسيلة تدفئة تضلها عنا عليها، ما نتركها، ودائما يعني نتطلع عليها إذا شغالة صح مثلا، سواء كانت غاز سواء كانت كهرباء، إنها ما يعني ما يكون فيها
ضعف، لانه لا سمح الله ممكن يكون فيها مشكله، يعني تعمل لي مشكله اكبر انا بغنى عنها لو ما انا شفتها. طيب سؤال اخير، شو توجهي كلمه لكل حدا بيعمل برنامج على 7:30 وبصحيك من 7؟ بحكي له شكرا كثير انكم صحيتوني الصبح، بس ما بعرف ليش عملت الصبح ساعه زياده ما حيأثر. هي خلاص حكت اعترفت بالموضوع. لا صحيح الامور 100%. اصلا بدي اشكرك، الله يعطيكم العافيه. سمك سبران دائما مفتخر فيك. ثانك يو سو ماتش. ننصح الناس كلياتهم انه اكيد يشتروه ويطلعوا على هاي البراندز، او هاي البراند اكثر وهاي البرودكتس اكثر الخاصه فيكم. يعطيك الف عافيه.